مشاهدينا متابعينا الاعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه، ميدان التحدي في هذا الصباح، وشعارات ابناء القبائل وسن الحقايق في سباقنا المحلي الرابع. وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للابكار الانتاج من مسافه 4 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة. نبدأ مع البداية مع أول الأسماء وأول التحديات. هناك عبور بشعار صالح بن سالم بن محمد، آل سنيد يتقدم مع عبور مع أول الأسماء. ثاني المراكز نوادر سعود بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. ثالث الأسماء القادمة مزون سعد بن حمد بن سالم النابت المري، يقدم لنا مزون مع ثالث المراكز. رابع الانطلاقات وصلت حضور علي بن سالم بن جابر الجربوعي المري مع حضور مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت القادمة سطر بشعار عبد الله بن محمد الحسن المري، يتقدم شعار الشراب، يقدم لنا سطر مع خامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة. نعود إلى البداية، نعود مع اللي غيرت وانطلقت إلى أول المراكز. هنا حضور، تحضر حضور على البداية بشعار علي بن سالم بن جابر الجربوع المري، يقدم لنا حضور مع أول التحديات وأول الانطلاقات. ثاني المراكز من الجانب الآخر نوادر سعود بن علي بن مبارك الفراج، يقدم لنا نوادر مع مركز الوصافة. وثاني الأسماء ثالث المراكز مزون سعد بن حمد بن سالم النابت المري، يقدم لنا مزون مع ثالث الانطلاقات. رابع المراكز المتقدمة والقادمة عبور صالح بن سالم بن محمد آل سريد، يقدم لنا عبور. خامس المراكز المتقدمة من الجانب الآخر هوايل فالح بن فهد بن ناصر الهاجري، يقدم لنا هوايل مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة، ولكن هناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة لم يحن موعد دخولها. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة، إلى أول الأسماء. هناك تتقدم حضور علي بن سالم بن جابر الجربوع المري، ولكن غيرت نوادر وانطلقت إلى البداية بشعار سعود بن علي بن مبارك الفراج، يغير يستلم زمام الأمور الفراج مع نوادر مع أول التحديات ويقود هذه الأسماء. هنا الفراج مع نوادر سعود بن علي بن مبارك الفراج. ثاني الأسماء حضور علي بن سالم بن جابر الجربوع المري، يتواجد ويحضر مع حضور مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء القادمة مزون سعد بن حمد بن سالم النابت المري، يقدم مزون مع ثالث المراكز. رابع الأسماء القادمة والمنطلقة مع رابع المراكز وصلت الواعية سالم بن محمد بن براك الزبدان المري، يقدم لنا الواعية. وأيضا شعار بن شابل قادم مع حراقة راشد بن ناصر بن محمد آل شابل المري مع خامس المراكز. وصلت الأسماء ووصلت الشعارات، أراها قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار في هذا الصباح، ولكن حضور على البداية، حضور على المقدمة مع الانطلاق الأول بشعار علي بن سالم بن جابر الجربوع المري، يتقدم مع حضور مع البداية مع أجواء الكيلو متر الأخير والخطير. يا مالك حضور علي بن سالم بن جابر الجربوعي، أرى الأسماء قادمة، وصلت الشعارات، أرى الأسماء
القسم الذي بدأ يتسلل من مركز إلى مركز. وهنا تنطلق مع ثاني المراكز ملامح حمد بن محمد بن علي الشراب يقدم لنا ملامح مع ثاني المراكز. حراقة ثالثا راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري ورابع المراكز. وصلت المتقدمة مع رابع المراكز على ما يبدو لي شعار بن نديلة، ولكن الله الله غيرت ملامح وانطلقت ملامح الى البداية بشعار الشراب، ولكن مواري غيرت الى الصدارة. احسان بن راشد بن محسن بن نديلة وملامح الشراب، الله 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 مواري بن نديلة ملامح الشراب، ولكن ملامح غيرت وانطلقت الى البداية. حمد بن محمد الشراب يقدم لنا ملامح. مواري تحاول اللحظات الاخيرة بشعار بن نديلة، ولكن ملامح مع الفوز مع الانتصار. حمد بن محمد الشراب يقدم لنا ملامح. مواري تحاول اللحظات الاخيرة، ولكن ملامح مع الفوز، ملامح مع الانتصار. حمد بن محمد الشراب تهانينا والناموس، واسعد الله صباحك يا بن حمد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس لحمد بن محمد الشراب. ثاني المراكز وصلت فيه مواري بشعار حزام بن راشد بن محسن بن ديلة، وثالث المراكز حراقة راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري، ورابع الأسماء رابع المراكز نهب مبارك بن محمد بن ناصر آل خليفة، وخامس الأسماء خامس المراكز حضرت فيه الشهامة مهنا بن محمد بن ضابط الضابط الدوسري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك ملامح على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 6:08:35 تهانينا والناموس لحمد بن محمد الشراب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت فيه مواري، والتوقيت الزمن حتى وصولها الى خط النهاية 6:08:65. تهانينا والناموس لحزام بن راشد بن محسن بن نديلة. ثالث المراكز وصلت في حراقة، والتوقيت الزمني 6:10:63. تهانينا والناموس لراشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري، فتهانينا والناموس لجميع الفريق.